تقويم تشخيصي لتلاميذ سنة أولى ابتدائي. النشاط الأول: اكتب الأعداد الممثلة بالأعمدة والوحدات في كل خانة. لاحظ معي هنا، العشرات كم عندي من عشرة؟ العمود نعبر عنه بالعشرات، 1، 2. نكتب 2، العشرات 2. الوحدات ليس عندي وحدات، معناها 0، إذن نكتب 20. العشرات 1، 2، 3. العشرات 3. الوحدات كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 7، إذن 37. الوحدات كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. الوحدات 6. العشرات 1، 2، 3، 4. 46. النشاط الثاني: احسب ما يلي. إذن لاحظ معي، 14 + 23، 4 + 3، 4، 5، 6، 7. لازم أحاد تحت الأحاد والعشرات تحت العشرات. 1 + 2 = 3، إذن 37. 10 + 8، 10 نزيدها 8، 18. 19 - 7، 7. 9 - 7 كم تساوي؟ 9 ناقص منها 7، 2. 1 - لا شيء 1، معناها 12. النتيجة 12. النشاط الثالث: أرتب الأعداد التالية ترتيبا تصاعديا. الترتيب التصاعدي يعني من الأصغر إلى الأكبر. نبدأ من هنا، من اليسار إلى اليمين. أين هو العدد الصغير في هذه الأعداد؟ إذن العدد الصغير 4، بعدها ماذا؟ بعدها 23، بعدها ماذا؟ 32، بعدها 49، 52، 68. لقد رتبنا الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، الترتيب التصاعدي. النشاط الرابع: لاحظ الشكل واملأ الفراغات. عندي هنا شكل، سوف نحسب عدد المكعبات. سوف نحسب 1، 2، 3، 4، 5. إذن عدد المكعبات هذه أيضا نحسبها مكعب، 1، 2، 3، 4، 5. عدد المكعبات 5. عدد الكرات كم عندي من كرة؟ 1. عدد الأسطوانات 1، 2، 3. عدد الأسطوانات 3. عدد الأهرام، سوف نحسب الأهرام، 1، 2. عدد الأهرام 2، 1، 2. النشاط الخامس: عندي هنا وضعية إدماجية. زار أحمد جده، ها هو أحمد زار جده في الحقل، فوجده يغرس شجيرات، ساعده وغرس معه 12 شجرة رمان، 12 شجرة رمان، و15 شجرة ليمون، و13 شجيرة خوخ. بعد مدة ذبلت وماتت 5 شجيرات. السؤال شنو هو؟ عدد شجيرات الليمون والخوخ، معناها نجمع العدد، ها شجيرات الليمون والخوخ 15 - 28، نجمع عدد شجيرات الليمون وشجرات الخوخ. هو هيدر لك على شجرات الليمون والخوخ، 15 + 13 = 28. نلون هذه الإجابة، نتيجة 28. هنا عدد شجيرات الليمون التي بقيت حية، هو عدد شجيرات الليمون التي بقيت حية، واش دار؟ لاحظ ليمون نقص منهم 5، 15 - 5 تساوي كم؟ 10. هذه الإجابة صحيحة. بالتوفيق إن شاء الله مع تقويمات أخرى بإذن الله.